من ماديرا بدأت القصة، قصة نجم انطلق بسرعة الصاروخ في عالم المستديرة. نجم آمن بما قاله نيوتن، بل وأضاف عليه أن لكل فعل رد فعل معاكس له في الاتجاه ولكنه يفوقه في المقدار. نجم صاحب أذن موسيقية، فحول معزوفات بيتهوفن إلى واقع في المستطيل الأخضر وكان أشبه بمايسترو. نجم عشق الرسم، وما كان يقوم به بيكاسو بريشته حوله هو إلى مهارات ومراوغات بقدمه. إنه كريستيانو رونالدو. Ronaldo is a supreme athlete, unbelievable athlete. Never misses a game. Fantastic physique, pace, two feet, great in the air. كثيرون يرونه الأكثر تكاملاً عبر التاريخ، فبنيته الجسدية أشبه ببنية مقاتل، ولياقته البدنية تخطت الحدود، وبسرعته قارنوه ببولت، وعند الارتقاء لا يحلق إلا لأبعد مدى. أما تسديدته فهي أشبه بطلقة لا تخطئ هدفها. كل هذا مغلف بشخصية قيادية لا يمتلكها إلا الدون. في بطولته المفضلة دور الأبطال، عادة ما يصيب جماهير أعتى ملاعب أوروبا بالصدمة، وكأن لسان حالهم يقول رونالدو مر من هنا. غرد خارج السرب، وبكل بساطة نصب نفسه ملكا على القارة العجوز، ولم يتحدث إلا أرقاما. تعب على نفسه، ثابر واجتهد، وتحول إلى سلاح فتاك يضرب ولكنه لا يهرب. لمسة رونالدو تعيد ريال مدريد. هنا رونالدو 15 هدف، ايه ده؟ مش معقول. سوبر هاتريك لكريستيانو. كريستيانو tiene muchas cualidades, muchas cosas buenas que a cualquier jugador le gustaría tener, pero لقبوه بالصاروخ والسي ار 7 والتورنادو وبكثير من الألقاب، ولكنه أكثر من ذلك بكثير. إنه الماكينة.